ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تفاجأ المئات من المغاربة الذين كانوا يتأهبون للمغادرة بميناء طنجة المدينة وطنجة المتوسط بمنعهم من العبور باتجاه إسبانيا، وكشفت مصادر موثوقة أن مصالح الأمن بميناء طنجة توصلت بالتعليمات من المرؤوسين لمنع العبور باتجاه إسبانيا عقب القرار الذي اتخذته المملكتين المغربية والإسبانية، ووجد السياح المغاربة أنفسهم ممنوعين من العبور على متن سيارتهم بعد قرار تعليق كافة الرحلات الجوية والبحرية بين المغرب وإسبانيا بسبب فيروس كورونا. باش نمشي وقتي نمشي بحال ما اختي، واخا يقول لي كلام كتبنا الموت وغنكتبنا الموت، انما الاعمار بيد الله. الا ربي انا بغيت نمشي بحالي اختي، انا ما عنديش هنا ما ناكل اختي. الا اختي لا خصنا يدخلونا اختي، ما عندناش هنا ما ناكلو هنايا في المغرب، ما عندنا والو. امي يو كيرو دير اسبانيا كي مي تيرا. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.